اهلا وسهلا، انا ناصف محمد ناصف، استاذ جراحه العظام، تخصص ادم وكاحل واصابات المفاصل. هي النهارده هنتكلم عن اصابه امراض الكاحل. ناس كتير قوي فاكره ان مرض الكاحل او لو انا عندي وجع في الكاحل يبقى انا على طول عندي نقرس. هي مش شرط خالص، النقرس ده من ضمن الاسباب اللي ممكن تيجي في الكاحل، لكن هي الحقيقه يمكن اقلهم شيوعا او انتشارا. في اسباب كتيره جدا تانية ممكن هي اللي تؤدي الى الوجع في الكعب ده او في الكاحل بتاعي. اشهرهم حاجه اسمها التهاب الوتر السفلي، وده بيبقى مميز قوي ان انا اول ما بصحى من النوم ما اعرفش احط رجلي على الارض اول كام خطوه، او بعد ما اقعد فترات طويله مثلا نص ساعه ساعه وبعدين اجي اقوم احس ان في الم في رجلي من اول ما بقوم. لكن لو قعدت فتره بسيطه 3 دقايق 5 دقايق وقمت يمكن ما يبقاش بنفس الالم. فهو الحقيقه النقرس ممكن يصيب الكاحل ولكنه مش هو السبب الاساسي، ومش معنى ان انا عندي الم في الكاحل يبقى انا هروح اعمل تحليل نقرس مباشره. فهو مش شرط ان كل الم في الكاحل يبقى معناه ان انا عندي نقرس. شكرا.